تم في كنيسة رقاد السيدة العذراء في حنينة بمادبة صيامة الأخ أمجد حداد شماساً إنجيلياً أثناء خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، حيث حمل الشماس الجديد اسم النبي أشعيا أحدي أنبياء العهد القديم كشفيع له في خدمته. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وسط حضور عدد محدود من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه، وطلب سيادته من الحضور أن يصلوا من أجل الشماس حداد لكي يثبته الرب الإله ويمنحه النعمة والبركة لخدمته. يا ابني، اليوم ببركة أبينا وبطرياركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس وبقرار من المجمع المقدس، كنيستك الأم بتدعيك حتى تخدم من داخل قدس الأقداس. بعد بركة أباك الروحي الإرشماندرية رافائيل، يا ابني اليوم أنت مدعو إنك تعيش عن سرتك الشخصية ورتب التدبير الإلهي إنه يكون الإنجيل اللي سمعناه اليوم اللي يسوع كان وجهته نحو أورشليم. أورشليم مش فقط المقصود فيها القدس حيث كان الرب والمخلص ذاهباً لمكابدة الآلام الطوعية من أجل خلاصنا، ولكن أورشليم العلوية صاعداً إلى السماء ومصعداً بصعوده طبيعتنا التي ألهها وأعادها إلى الجمال الأول الذي فقدته بآدم القديم. ما أعظم أشعياء النبي، لأنه من خلاله تكلم كثير عن العهد الجديد وعن يسوع وتجسده وعن أمنا الفائقة القداسة. يا ابني، ربنا ببركة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين والنبي أشعياء يأهلوك إنك تحمل اسمه وتتقدس توصل لهدف حياتنا اللي هو الخلاص والملكوت السماوي. يا ابني أشعياء، أتت الساعة، تعال ادخل لفرح ربك. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. وبعد نهاية القداس والسيامة تقبل الشماس الجديد التهاني من الحضور في قاعة الكنيسة. وبهذه المناسبة المباركة يسر مكتب نور سات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم من الشماس أشعيا وعائلته بأحر التهاني، متمنين له التوفيق في خدمته ورسالته الجديدة.